هل تعرف ان راني نزلت علبة عصير عادي خالص يعني زي جهينة والكلام ده؟ طبعا انت عارف طبعا راني اللي هي الكنز العادي خالص اللي هو بيبقى فواكه وقطع فواكه والكلام ده، ولكن راني نزلت دلوقتي علبة عصير عادي خالص سعرها 3.5 جنيه او 4 جنيه. يعني انا مش عارف هما بينزلوا السوق بيجربوا يعني الحوار ده هينفع معاهم ولا لا، لاني ما لقيتش اي طعم خالص غير المانجا. فتعالوا جينا نفتحها كده في السريع السريع كده وندوق طعمها ونشوف هل هي زي المانجا العادية ولا عصير مختلف. بس كده الاول هيبقى فيديو سريع قوي يعني مش هيبقى ريفيو طويل. يعني بسم الله. طعمه مختلف على فكره. سيكا طعمه مش زي جهينه مانجا، ولكن طعمه مدي على طعم راني كده سيكا، ولكن مش راني يعني مش زي راني اللي هي الكنز اللي بقطع المانجا وكده، ولكن فيها ريحه كده ايه من طعم راني، ولكن مختلف عن الكنز. هو عصير مانجا بيور جدا جدا ما فيهوش اي حاجه خالص، ولكن هو ولا زي جهينه ولا زي الكنز بتاع راني، ولكن يستاهل تجيبه على فكره يعني حلو، وسعره كمان حلو 3.5 جنيه او 4 جنيه. شير في كل مكان، لايك في كل مكان، عايزين نوصل ل 100,000 في اقرب وقت. ولو عندك اي منتج تاني جديد بتشوفه في السوبر ماركت عايز تجيبه ونجربه مع بعض وكده قول لي تحت في كومنت ونجيبه ونجربه مع بعض. وكالعادة دوس يا كوتش. السلام عليكم.